لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نتواصل مباشرة مع الأستاذ سالم بن سعيد البادي، مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة. مساك الله بالخير. مساء النور أخي عبد الله، وأهلا بكم وأهلا بالمستمعين الأعزاء. مساءكم جهود وطن وتكاتف شعب وقيادة حكيمة تسيرنا دائما لأن نكون مستعدين وقادرين على التعامل مع التحديات الناتجة عن انتشار هذا الوباء الذي يغزو العالم أجمع بإذن الله تعالى، وأكيد من خلال تكاتف جميع الجهود في مختلف المؤسسات وكذلك الأفراد. تابعنا قبل ساعات الأستاذ سالم بيان وزارة القوى العاملة حول متابعتها لما تم تداوله حول قيام بعض الشركات باستقطاع رواتب موظفيها في القطاع الخاص. تطلعنا من خلالك على جهود الوزارة ومتابعتها لهذا الموضوع. وحقيقة أخي عبد الله ومستمعين الكرام، تبين لنا من خلال متابعة قيام بعض الشركات باتخاذ عدة إجراءات ضد العمال العمانيين بالذات العاملين لديهم بحجة تأثرها بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للتعامل مع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 والتداعيات الصحية والاقتصادية التي تمر بها السلطنة كغيرها من دول العالم. وهذه الملاحظات أو التجاوزات تبينت لنا في عدم سداد الأجور بحجة توقف الأعمال من خلال اللجنة، وكذلك البعض منها قام خصم جزء من هذه الأجور، والبعض الآخر ألزم القوى العاملة بأخذ إجازة سنوية أو إجازة بدون أجر، بينما البعض الآخر خلص ساعات العمل وخصم الأجور بما يتناسب مع ساعات العمل، فضلا أن هناك شركات أخرى فعلا أخدمت على إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية. نعم، ما هي الإجراءات اللي قبل هذا، هل تعتبر هذه الإجراءات اللي اتخذتها الشركات بأي شكل من الأشكال أو لأي سبب من الأسباب إجراءات قانونية؟ هو حقيقة هذه الإجراءات لا تتوافق وصحيح القانون، وبالتالي الوزارة كما أشرت أخي عبد الله في بداية حديثك أصدرت هذا اليوم هذا التعميم، حيث التقت مع البعض من هذه الشركات وتواصلت مع البعض الآخر ومستمرين في التواصل مع هذه الشركات، والتأكيد عليها بأن الأولوية للقوى العاملة الوطنية كما تم الاتفاق مع هذه الشركات بهذا الشأن، وكذلك أيضا تأكيد على الشركات الأخرى بأن تحذو نفس هذا الحذو، بأن تعطي الأولوية للقوى العاملة الوطنية وتحافظ عليها. وعلى الوزارة أيضا من جانب آخر سبق وأن قدمت العديد من التسهيلات لهذه الشركات. نعم، هل هناك ثمت يعني عقوبات معينة أو مخالفات معينة ستقوم بها وزارة القوى العاملة في حالة أنها رصدت بعض الشركات غير الملتزمة بهذا التنويه أو بما جاء طبعا في تعميمكم قبل ساعات؟ هو حقيقة وزارة القوى العاملة كما يعلم الجميع بأنها أصدرت العديد من التعاميم، العديد من الإعلانات هدفها استقرار القطاع الخاص وعدم تضرر أي طرف من طرفي الإنتاج. نعم، وهنا حقيقة يتعين أو يتحتم علينا جميعا التضحية من الجميع، وبكل تأكيد النجاحات التي أثبتها الشاب العماني في القطاع الخاص بكل تأكيد كفاءة عالية قوية وحقيقية وحدم وتخصصية، وبالتالي لا ينبغي من شركات القطاع الخاص أن تتعامل بهذه المعاملة، وعليها أيضا أن تنظر وعلى صاحب العمل أن ينظر إلى هذا العامل وأن يعامله وفقا للقانون، وأيضا أن يلتزم بعدم خصم الأجور خلال هذه الفترة، لأن بكل تأكيد هذا العامل سوف يتأثر في هذه المرحلة وخاصة في هذه الظروف الصحية. ومن ناحية أخرى لا ننسى بأننا مقبلين على شهر رمضان، وهذا العامل محتاج إلى هذه المصاريف. نعم، لكن ما هي الإجراءات التي قد تترتب على الشركات غير الملتزمة بهذا التنويه أو التعميم الذي صدر؟ هو حقيقة بداية نحن نتمنى من الشركات أن تكون ملتزمة بهذا الجانب، ومن خلال جلوسنا اليوم ولقائنا مع عدد من الشركات
تم التأكيد عليهم، وتم أيضا وضع العديد من الخيارات لهذه الشركات بإمكان هذا العامل خلال هذه الفترة في هذه الظروف أن يقدم إذا كانت لديه إجازات، وأن يطلع هذه الإجازة براتب شامل، وأيضا بإمكانه التعامل مع هذا العامل بالعمل عن بعد. وحقيقة لدينا العديد من الشركات بدأت من العمل عن بعد باستخدام أو إدخال التقنيات الحديثة بشرط تعزيز تدابير السلام والصحة المهنية، وأيضا ضمان توفير الخدمات الصحية للجميع، وأيضا تحفيز هذا العامل للعمل عن بعد. نعم، هل هناك استثناءات للشركات التي توقفت أصلا أنشطتها؟ يعني بعض الشركات بسبب القرارات الأخيرة التي صدرت من اللجنة هي أساسا لا تمارس أي نشاط، نشاطها علق إلى إشعار آخر، فهل هناك استثناءات لأنشطة وشركات معينة؟ هو حقيقة لا يوجد هناك استثناء، لأن العامل أيضا مرتبط بعقد عمل مع صاحب العمل، وأن الشركة تعمل طوال السنوات الماضية، وعلى صاحب العمل أن يحتوي هذا العامل. وأفضل طريقة في هذه المواقف الاستثنائية هي لغة الحوار بين العامل وصاحب العمل، لأن تبين لنا هذه أنجح الحلول، بشرط أن يحتفظ كل منهم سواء العامل أو صاحب العمل بحقوقه وواجباته في نفس الوقت. نعم، الآن هذا السؤال كذلك يردنا عبر البث المباشر، البعض يعني يتساءل يقول بسبب تعليق نشاط الشركة الموظف أصبح في البيت، يعني ما يأتي للشركة وما عنده شغل يسويه عن بعد، هل هنا الشركة كذلك ملزمة في سداد جميع مستحقاته وراتبه الشهري؟ نعم، العامل كما ذكرنا من سابق ليس له علاقة بوقف الشركة عن عملها، صاحب العمل وفقا للعقد ملتزم بأن يعمل تحديد رشد، وبطبيعة الحال هذه الشركة عملت سنوات طويلة، إذا كان وبالإمكان أن تكون لديها سيولة وتوفير الرواتب لعمالها، وخاصة في هذا الظروف، لأنه ينبغي أيضا أن لا تتخلى عن عمالها، هي ظروف استثنائية مؤقتة، وبعون الله وبتكاتفنا جميعا سنتخطى هذه الظروف بإذن الله تعالى. كذلك البعض يعني يتساءل الأستاذ سالم عن يعني وضع الآن هذه الشركات في التعامل مع موظفيها، وإذا كانت هناك أي طلبات تقدم لوزارة القوى العاملة قبل اتخاذ إجراء مثل هذا. يعني عادة أنتم في وزارة القوى العاملة تتلقوا طلبات من الشركات في أنها هي والله تريد تخفض رواتب موظفيها أو تتخذ إجراء معين عندهم؟ نعم، نحن وردت لنا مراسلات من عدد من المنشآت، وذكرتها وردت حتى الآن 25 بلاغ من قبل أحد هذه الشركات، من قبل هذه الشركات، سواء من قبل العاملين الذين أبلغوا عن تجاوز هذه الشركات، أو أن الشركات بادرت بنفسها بتقديم هذه الملاحظات إلى وزارة القوى العاملة. وكما ذكرت تم الجلوس اليوم مع إدارة هذه الشركات، وحقيقة الجميع تفهم للوضع وقدموا مخاطبات أخرى باستمرارهم بصرف رواتب لعمالهم أو بالسماح لهؤلاء العمال بالخروج في إجازات سنوية بشرط كما ذكرنا بالراتب الشامل خلال فترة الإجازة. نعم، أكيد، يعطيكم العافية الأستاذ سالم بن سعيد البادي مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أخي عبد الله، وأيضا في هذا الجانب نثمن جهود الشركات التي تجاوبت وتعاونت، وأيضا هنا دعوة نوجهها لبقية شركات ومؤسسات القطاع الخاص أيضا أن تبادر بسداد أجور هذه الأجور هؤلاء العمال وعدم خصم هذه الأجور، وأننا على ثقة تامة بأن أصحاب العمل سوف يوفروا الحماية الكافية للعاملين لديهم، لأن بطبيعة الحال نجاح أي مشروع يعتمد على التطوير والاهتمام بالموارد البشرية. نعم، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لك الأستاذ سالم. شكرا جزيلا أخي. يعطيك العافية، شكرا.